من أنواع الاستعداد المعنوي للحرب في السويد أمور ما ممكن تخطر على بال الناس اللي عايشين في السويد، لأنها بتختلف جذريا عن أيام السلم، ومن أهمها صلاحية الحكومة السويدية بتقييد القوانين الأساسية في السويد، منها على سبيل المثال قانون التجمع وقانون إبداء الرأي وقانون حرية الحركة. فمثلا ممكن أن يفرض في السويد حظر تجول في جميع أنحاء السويد، وهذا أحد الأمور الغير معهودة والغير مسبوقة في أيام السلم. من الأمور الثانية المهمة المطلوب لها الاستعداد معنويا أنه الحكومة قد يصبح لها صلاحية وضع اليد على الأملاك الخاصة، نعم على الأملاك الخاصة إذا كان في حاجة إلى في الحرب، مثلا على السيارات، الأبنية، على سكوتر الثلج، على القوارب، على كتير أمور، ومش بس الأمور البشرية، ممكن كمان تكون الحيوانات. وأكثر شيء مطلوب في هذه الحالة هي الكلاب لإمكانية استخدامها في الأمور العسكرية. من أكثر الأمور اللي استغربتها هي الأسئلة اللي تطرح على وسائل التواصل الاجتماعي بين المهاجرين، أنه في كتير ناس عايشة في السويد وصارها سنوات ولكن ما بتعرف مع مين الحرب ممكن تقع في السويد، وهذا سؤال حقيقي ومش مزح. طبعا الحرب في السويد ممكن أن تقع مع روسيا، روسيا هي العدو الافتراضي للسويد، فما بالكم إذا الآن كان في أسباب ومسببات، وخاصة أن السويد تركت حياديتها وانضمت للحلف المضاد لروسيا في حرب أوكرانيا. وطبعا السويد مش أبدت ذلك سياسيا بالرأي، بل بعثت مضادات للدروع من أول انطلاق الحرب، بذكر 5000 مضاد للدروع، ثم تلتها أسلحة كثيرة وأمدادات مادية وعسكرية بشكل علني وواضح. طبعا مع أول ما انطرحت احتمالية اندلاع الحرب في السويد، صار في سؤال متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو سؤال إذا وقعت الحرب في السويد هل ستشارك فيها وتدافع عن السويد؟ ويا معلم خد لك أضم راجل وعنتريات، وخاصة من الجيل اللي لا بيعرف شو الحرب ولا بحياته شارك بالحرب ولا شاهد ويلات الحرب، والكلام ببلاش. وححكي لكم عن قصة صارت بالثمانينات. أول ما جينا على السويد في شخص بعرفه تم تحقيق اللجوء معه، وتخيلوا بالثمانينات انطرح هذا السؤال: إذا وقعت حرب في السويد شو موقفك؟ طبعا يا جماعة هذا الشخص اخترع أول إجابة تاريخية على هذا السؤال، وقال: إذا وقعت الحرب في السويد سأكون في الصفوف الأولى مدافعا عن السويد. الله يرحمه، من الثمانينات لهلأ ما حارب وما وقعت حرب في السويد.